بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. عمرو سولية لاعب وسط الأهلي بيواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ويغيب عن مباراة فريقه أمام سان جورج الإثيوبي يوم الحد اللي جاي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. اتحاد الكرة المصري تلقى خطاب من نظيره الإفريقي بالموافقة على تعديل ميعاد مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي والمقرر ليها يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، وهتقام في الساعة 7 مساء بدل من 6 مساء. نادي فاركو أعلن التعاقد مع لاعب وسط مهاجم منتخب مصر السابق عمرو وردة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. ومنتخب ناشئات كرة اليد فاز على المنتخب الجزائري بنتيجة 30-18، وده في ربع نهائي البطولة الأفريقية اللي بتستضيفها تونس خلال الفترة من 16 وحتى 24 سبتمبر الجاري، ليتأهل المنتخب لقبل النهائي وبيحجز مقعد له في بطولة العالم اللي جاية. سلمى علي بطلة البارا تايكوندو حققت ذهبية بطولة الجائزة فئة جي 6 الكبرى والمقامة حاليا في المكسيك، وده بعد فوزها في المباراة النهائية على بطلة منغوليا 3-2. نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أعلن بشكل رسمي إصابة المهاجم الدولي الكرواتي إيفان بريزيتش بقطع في الرباط الصليبي، وتم التأكيد على غيابه لآخر الموسم. ونادي برشلونة الإسباني أعلن بشكل رسمي امبارح تجديد عقد لاعبه أليخاندرو بالدي لمدة 5 مواسم هتستمر لحد الصيف 2028. بعثت ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح غادرت للنمسا، وده استعدادا لمواجهة مضايفه فريق لاس كلينز ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي للموسم الحالي. أرسنال الإنجليزي حقق الفوز على فريق إيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-0، وده في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي. بايرن ميونخ الألماني حقق فوز مهم على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-3، وده كان في المباراة اللي جمعت الفريقين في مدينة ميونخ وضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا. فريق نابولي فاز امبارح على سبورتنج براغا بنتيجة 2-1، وده ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. انتر ميلان الإيطالي اتعادل مع فريق ريال سيوسيداد بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وريال مدريد الإسباني حقق الفوز على فريق يونيون برلين الألماني في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.